صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1095 من كورس سي شارب دي بي اكزامبل سبورت، ودلوقتي بفضل الله عاوزين نصمم تقرير هواتف المورد. من قائمه بروجكت اد نيو ايتم، و اختار ريبورت ويزرد. ريبورت هسميه سبلاير اندرسكور فونز، وهدوس على انتر. عايز ايه؟ الداتا سيت. عايز منها ايه؟ عايز السبلاير فونز. هتاخد كل ده؟ ايوه، هما تلات حقول بس. نيكست. هتعمل ايه بقى؟ طيب بص، انا عاوزين ايه؟ انا عايز اعرض الفون. خد بالك انا كده بجرب معاك اهو، بص اكن ما اعرفش حاجه خالص، اكن اول مره اعمل تقرير في حياتي. انا عايز اعرض ايه؟ الفون، وجمع الفون ده حسب رقم المورد واسم المورد. يعني التجميع هتكون الرقم والاسم. اجمع ايه؟ اجمع الهواتف. ماشي كده، اعمل نيكست. الشكل ده عاوزه كده ولا عايز بالشكل ده؟ التوتال كده بالشكل ده. شوف انت بقى اللي انت عايزه بتختاره بيجي لك. يعني كده كده اصلا في حلقة، يعني بقول لك هنا ايه التوتال بلو، خد بالك سب توتال اباف سب توتال بلو، كده كده اصلا ما فيش سب توتال اصلا ولا هنحتاجه في حاجه، فاهم الفكره؟ عايز شوف، يعني شوف اللي انت عايزه، شوف اكسباند كولابس، يعني عايز احط لك زرار بقى كده تدوس عليه، فاهم؟ يعني اللي انت بتحتاجه خليهم كلهم موجودين، واخد بالك؟ ونعمل نيكست. اختار الشكل اللي انت عايزه وتعمل فينش، يبقى بالشكل ده كده. ماشي. طيب هنا هيبقى رقم المورد، ماشي، وهنا اسم المورد، وهنا الهاتف، هاتف المورد. ماشي. انا مش عايز توتال خالص،
هعلم على الرودة كده وأعمل له ديليت، كليك يمين ديليت روز، اتفضل ده واخد بالك، هشيله من هنا ديليت كده واخليه كده شكل، اخليه شكل، اعمل شكل جمالي يعني. ايه تاني عايز اعلم على الجدول ده كده، واجي عند اللي اوت دايركشن خليها رايت تو ليفت. ايه تاني، هات بقى ده كده نزله سنه لتحت وهات سنه على اليمين، وابدا بقى اكبر، في كبره كده كله على بعضيه، خد بالك لان انت ما شاء الله عندك مساحه كويسه يعني، اصلا هم 3 حقول بس، فاحنا هنستغلهم في ايه، في تخلي رقم المورد صغير شويه على قد يا دوب اهو كده، خد بالك، علم عليهم كده كلهم، خليهم في النص، وعلم على دول خليهم زي ما هم دلوقتي، بس خلي لي ده اسود، اسود صريح، ماشي. ايه تاني، بظبط بقى اللي انت عايزه، اسم المورد تكبره شوية والهاتف تكبره شوية، خد بالك، خلي الرقم عادي، كبر الاسم كده شوية، استنى بس، خد بالك. هنا بقى ايه، هنعمل كليك يمين من انسرت، هختار بيج هيدر، وكليك يمين تاني ومن انسرت هختار بيج ايه فوتر. انا كده جبت رقم المورد واسم المورد وجمعت على اساسهم الهاتف، فيقوم يجيب لي الرقم والاسم جنبيه وايه الهواتف كلها تابعه ليه، فاهم الفكره؟ بس وبتغير بقى هنا الالوان براحتك بقى يعني، انا ممكن اعلم على ده كده لو انت عايز توفر في الالوان يعني، تعلم عليه وتغير اللون باك جراوند كلر، تختار اللون اللي انت عايزه، فاهم الفكره؟ هاجي هنا كليك يمين من انسرت، هختار تكست بوكس، هكتب جواه كده تقرير هواتف الموردين، واخد بالك، واعلم عليه كده واخلي الفونت البولد تحتي خط اندرلاين، والفونت خليه على 18 وفي السنتر كلام يعني كده وكده، واخد بالك، واعلم عليه كده، واجيب فين ادوات الفورم، هنا ولا هنا، خليه في المنتصف، وايه طلعه لي الله يبارك لك فوق شويه، هاته كده بس، طلعه سنه فوق كده عشان نيجي من بيلت انفيلد، ننزل اكسكيوشن تايم تحتيه كده، خد بالك، وايه نخليه على قد العنوان كده، ونخلي التكست اونلاين في السنتر كده بس. وبالنسبه للفوتر الموضوع بفضل الله بسيط، هات البيج نمبر صغره شويه كده، كليك يمين انسرت تكست بوكس، اكتب جواه من بولد سنتر، وده كمان سنتر، ودي هاتها كده جنبيها، وايه صغرها كده خالص على قد نفسها، وهات التوتال بيجز كده جنبها تبقى برضو في السنتر، صغر كده سنه، وهاتها ايه جنبها كده، علم بقى عليهم كلهم كده، وهاتهم ايه كده، صغر الفوتو شويه بس كده. بفضل الله صممنا تقرير هواتف الموردين. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد، وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.